السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله جيتكم بحاجة خفيفة بزاف للأطفال، تحضروها لهم كي يجوا من المدرسة يلقوها باش تقهوا بها إن شاء الله تعالى، وأيضا يقدروا يدوها معهم حتى للمدرسة لما لا، باش ياكلوها وما تشوفوهمش حاجة جاهزة من برا. بدون إطالة أخواتي، كما راكم تشوفوا جدا بسيطة هاد الوصفة. عندنا لاباط فايتي ولا العجينة المورقة، سبق ودرتها معكم بعدة طرق سهلين بزاف. هنا عندي العجينه المورقه على حسب الكميه اللي كنت تديروها، وما عنديش مقدار محدد. هنا راني دايره 250 غرام فقط من العجينه المورقه. عندي هنايا حبيبات الشوكولاته البيضاء وعندي حبيبات الشوكولاته السوداء. نبدأ على بركه الله في وصفتنا. بسم الله. على سطح العمل غادي نحتاجوا الى هنا الدقيق الابيض او الفرينه، نرشوا كميه هنايا معتبره باش ما تلزقليش العجينه المورقه. هنا للعلم اني كنت درتها في المجمد ومن بعد جبدتها، اللي هتكون لي هنا شويه مرخيه. بسم الله، نحط العجينه المورقه امامنا، نعاود ندير رشه خفيفه من الدقيق الابيض، نخرجها نقبل بساعتين ونخليها ديكونجلا ونخدم بها المملحات ولا حتى الحلويات كما دروك. نبسطوها على الشكل مستطيل، نجيبوا الحلال نحلوها على سمك متوسط. كل مره هنايا نعاود ندير لها هكا باش ما تلتصقناش بسطح العمل لان فيها بزاف الزبده. نرفدها، نعاود نرشوا سطح العمل. غادي نقلبها، نعاودو نرشو السطح. هنا ما تخموش، غادي كلشي هاد الفرينه ولا الدقيق الابيض الزائد غادي نقلعه. نعاودو نمدو الشكل المستطيل للعجينه تاعنا بدون ما ناثروا على السمك تاعها، اللي غيكون سمك حوالي 4 مليمتر سمك تاع العجينه تاعنا. نجيبو هنايا بانسو ولا ريشه ونقلعو منها كل الفرينه الزايده ولا الدقيق الابيض الزائد. يعني هنا غادي نطفوها من الدقيق الابيض الزائد. الان نجيبو حبيبات الشوكولا. اول شيء نبدا بالبيضاء. بسم الله، نوزعوا حبيبات الشوكولاته هكا، نديروا هنا مقياس اصبعين من الشوكولا، وهنا تحاولوا تضغطوا عليها باش تدخلنا في لاباط ولا في العجينه. المكان اللي يكون فارغ نزيدوا فيه هنايا حبيبات الشوكولا. انا هذه الوصفه يبغوها بزاف الاطفال تاعي، خصيصا بنتي غفران تبغى تديها معها للمدرسه، تجيها خفيفه وتجيها بنينه وتقعد مقرمشه حتى لثاني يوم. العجينه المورقه عندنا بزاف وصفات سهله نديروها بها، كيما نجمو نديرو بها ايضا لي بالمي. نجيبو هنايا الحبيبات الشوكولا السوداء وايضا نديروها هنايا، وزعوها. في هذه الاثناء راني داير الفرن تاعي يحمى ولا يسخن على درجه حراره 180 باش ندخلو الكاطو تاعنا يطيب. هنا ايضا نحاولوا نضغطوا هنايا على حبيبات الشوكولا باش تدخلنا في العجينه. نواصل كيما هكا، غادي نسرع امامكم الفيديو باش تشوفوني كيفاش درت باقي الخطوات. اخواتي هنا بعد اللي كملت الشوكولا درت كيما راكم تشوفوه لون بلون هكا باش يسهل عليا العمليه. الان نجيبوا سكين ونبداو نقصوا هنايا في شرائط. بسم الله، هنا العرض والحبه قداش تكون كل وحده تتحكم فيها على حسب ما تبغي. والان نجو هنا للحافه تحتها، نبدو ندورو فيها على بعضها البعض، لفوها ثلاث لفات على بعضها ونقطع بالسكين. احنا نعدل الحواف، ما تجينيش فارغه من الشوكولا. نعاود هنايا لفتين ولا ثلاثه، تعاملوا معها برفق ونعاودو ندير نعدلوها هكا باليد بدون ما نضغط، غير هكا غير بشويه عليها بالرفق كما راكم تشوفوا. ها هي الان راني موجده هنايا صينيه فيها ورق الزبده، كيما اللي ما عندهاش ورق الزبده تقدر دير ترشها بالفرينه ونرصوا الحلوى تاعنا. نواصل الحبات تاعي كيما هكا برفق جدا
سمحوا لي هنا يدي توسخوا لي بالشوكولا. هنا 3 صغار روحه. هنا وين ما تكون الا كانت بينكم حبيبه الشوكولا ولا غطوها بالعجين. ها هي كما راكم تشوفوا هكا، نحطها في الصينيه نواصل كل الحلوه تاعي كما هكا ونرجع لكم باذن الله تعالى. هنا الاخوات راني كملت كل حبه الحلوه. هنا راني موجده قدامي الماء فقط، ماء، ولا تبغي دير لها البيض دير لها البيض، صفار بيضه مع شويه تاع الخل وتدهنها. ندهنها غير بشويه تاع الماء فقط. نجيبو هنا السكر العادي، نرشفو فيها السكر، هذه تصلح غايه لاعياد الميلاد ايضا للاطفال، تجي تشهي وبنينه. نواصل كيما هكا، ندهن كل حبات بالقليل من الماء فقط، بسيطه بسيطه المكونات تاعها. حنا لا تبغي دير السكر البني ايضا تقدر دير السكر البني. كما راكم تشوفوا راهي واجده الان، باش ندخلوها للفرن نشعلوا عليها غير من تحتها. كي تشوفوا الحلوه تاعكم راه تحمرت غايه من تحتها، شعلوا عليها من الفوق وخرجوها وان شاء الله نتلاقوا في صحن التقديم باذن الله تعالى. اخواتي الحلوه تاعنا ها هي امامكم في صحن التقديم، نتمنى ان شاء الله عجبتكم ونالت رضاكم. سهله جدا، نوريكم كيفاش تكون مقرمشه. هنا للعلم انها بارده، خرجتها حوالي عندها نص ساعه من حيت خرجتها. شوفوا ما شاء الله تجي ما شاء الله. هذه العلم اللي فيها الشوكولا البيضاء، شوفوا كيفاش تجي مرقه، تجي مقرمشه. ان شاء الله تجربوا وصفه اليوم. استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.